حتى يتبين لهم أنه الحق. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ نحن نسينا أن نقول الحديث. يقول الأرواح جنود مجندة، يعني الروح ما هي الروح؟ الروح هي، أنا قلت أنها نظام عمل تشغيل الجسم، هي التي تتحكم بالجسم، بالدماغ، بالخلايا، دقات القلب، توزع الهرمونات، عمل البنكرياس، عمل الكبد، الإشراف على كل هذه العمليات التي يقوم بها الروح على فكرة. لذلك العلماء محتارون حتى الآن، ما الذي يجعل القلب ينبض؟ لا يعلمون. ما الذي يجعل البنكرياس يقوم بعمله؟ ما الذي يجعل الكبد يصفي السموم بكفاءة عالية من دون أي أوامر؟ من أين تأتي الأوامر؟ لا يعلمون. لذلك الروح هي التي تقوم بكل ذلك. فالنفس كما قلت عندما تكون يعني نفس بمواصفات معينة، ليس من الضروري أن تكون نفس مطمئنة أو نفس مؤمنة، يمكن أن يكون إنسان كافر ليس لها علاقة، هذه قوانين فيزيائية كونية. فهذه النفس عندما تكون بمواصفات معينة فإن الأرواح كما قال النبي جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فهذه النفس أو هذه الأرواح موجودة في الكون من حولنا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لذلك القرآن سمي روح، جبريل سمي روح، وكذلك أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نحن نعلم أن البرمجة اليوم تقوم على لغة الأوامر، الدكتور أشرف يعلم ذلك، شاء الله عليك. أي برنامج حتى تكتب الشيفرة، شيفرة البرنامج، يقول لك هي أوامر، أمر مثلا جمع، أمر طرح، أمر إذا كان كذا افعل كذا، هي مجموعة من الأوامر، والروح هي أوامر. لذلك دائما أو غالبا عندما تذكر الروح يذكر معها الأمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ربي صباحك فلا تستعجلوا، يعني الروح سوري هو المقصود بيتنزل، وما هو الروح قصدهم جبريل عليه السلام في الآية يتنزل الملائكة والروح، أو الروح مفتوحة، أو الروح مفتوحة، الله أعلم إيش الروح مقصود، هي أرواح المؤمنين أو أرواح الله أعلم، يعني ما حددت. لا الروح في القرآن الكريم ذكرت عدة مرات في عدة آيات، دائما الروح تأتي بمعنى الأمر الإلهي، هذا الأمر القرآن هو روح لأنه أمر الله، فيه أمر الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم. القرآن هو أوامر، مجموعة أوامر، افعل لا تفعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، عبارة عن أوامر. إذن هو القرآن هو مجموعة من الأوامر، لذلك سمي الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآن يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة، الروح والملائكة في التفسير أن الروح اسم لملك، ولكن أنا أعتقد حسب رؤيتي أن هناك نوع من الملائكة يطلق عليهم الروح، ليس ملك واحد، يعني مثل ملائكة العذاب، نوع من الملائكة، حملة العرش، عرش الرحمن، نوع من الملائكة، الروح هو نوع من الملائكة، لذلك تنزل الملائكة والروح، يعني ملائكة، الملائكة العاديين والملائكة الذين اسمهم روح يتنزلون بأمر ربه بإذن ربهم من كل أمر، في سورة القدر طبعا هذا الكلام.